هذا وأعربت بسمة قضماني المتحدثة باسم اللجنة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية في تصريحات لإذاعة البحر الأبيض المتوسط، أعربت عن رغبة المعارضة السورية في مواصلة الحوار السياسي شريطة توفر شريك حقيقي في هذا الحوار. إذا كان هناك فعلا إرادة روسية حقيقية في إرغام النظام على الالتزام بوقف أعمال عدائية، بعدم استخدام طيرانه، ووقف القصف الذي كان مستمرا وما زال حتى الآن، وأيضا عدم تهجير السكان من مناطق مختلفة كما يجري الآن حاليا، وهو تطور جديد وخطير على الأرض، ونأمل أن تكون هناك فعلا قدرة على فرض شيء له مصداقية، وقف قتال نستطيع أن نعمل على أساسه على الأرض لكي يعود السكان إلى حياتهم الطبيعية، لكي تظهر الفصائل المعتدلة التي تريد الحل السياسي معنا، وأن يكون لنا شريك في المفاوضات. حتى الآن ليس لنا شريك في مفاوضات، نحن نسعى إلى العودة إلى المفاوضات، نسعى إلى وقف معاناة المدنيين، نسعى إلى أن تتوقف جرائم الحرب التي يرتكبها النظام، وهو يعلم وروسيا تعلم أن ليس هناك قدرة عند النظام إلى العودة إلى الاستيلاء على الأراضي بالقوة. لذلك نأمل أن تكون روسيا قد اقتنعت بذلك الآن، ورأت أن النظام ضعيف وفاقد المصداقية بشكل كامل، وبالتالي لابد من انتقال سياسي حقيقي في سوريا. هذا هو صلب الاتفاق إذا كان فعلا في وعي بأن هناك واقع لا يجب الاعتراف به والعمل على أساسه.